خلينا نروح لموضوع تاني وهو هدر الطعام. هدر الطعام ده واحد من أكتر العادات السيئة في العالم العربي وخصوصا في مصر. خلينا نقول ويمكن هيبقى مفاجأة لحضراتكم لو عرفتوا إن الهدر ده بيأثر على اقتصاديات دول كاملة وخصوصا في ظل أزمة السلع العالمية اللي بنشهدها في كل أسواق العالم. عشان كده قررت شبكة بنوك الطعام الإقليمية اللي بدأت من مصر هنا وامتدت ل 100 دولة حول العالم إن هي تنفذ 58 مليون وجبة شهريا لمساعدة المحتاجين. خلينا نتعرف أكتر من الدكتور معز الشهدي رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية على هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح الفل وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وحضرتك طيب. في البداية خلينا نتكلم عن مشكلات هدر الطعام بلغة الأرقام، عاملة إزاي؟ ما هو هدر الطعام يا دكتور؟ أنا الأول عايز أقول إن إحنا ثقافات هي بس مش في مصر على فكرة، بالتوسع اللي إحنا عملناه في المنطقة وفي دول كتير، حتة هدر الطعام دي ثقافة لازم تتحارب في العالم كله. بالنسبة للأرقام زي حضرتك ما سنة 2011 كان في مؤتمر بيتكلم على توفير الأمن الغذائي في العالم العربي. وكان كل المداخلات بتتكلم على زيادة الإنتاج. المداخلة بعد زي ما تفضلت وقلت إن إحنا بدأناها في مصر من خلال بنك الطعام المصري، إن إحنا تم وضع مانيوال أو دليل تشغيل على كيفية التعامل مع فائض الطعام الذي لم يمس بطريقة علمية تخليه صالح للاستخدام. عرضت البرنامج ده في المؤتمر اللي كنت بقول عليه الأمن الغذائي في العالم العربي، وكانت النتيجة إن البنك الدولي قام بدراسة عشان يشوف حجم الهدر من الطعام شكله إيه. النتيجة كانت صادمة حتى للي كانوا بيتكلموا على طلب زيادة الإنتاج. لو قلنا إن من الحبوب سنة 2011 ما يهدر كان 43% من الإنتاج، من المأكولات البحرية الهدر 59%، يا الله، من الخضار والفاكهة 64%، من اللحوم 25%، والألبان 21%. مع لازم ناخد في اعتبارنا ان الهدر ده مش مجرد طعام، لان عشان انتج الطعام ده لا، احنا مرينا بمراحل، ساعات عمل، طاقه استخدمناها اذا كان في الانتاج او في النقل او في التخزين، البيئه احنا بنضرها ازاي بالهدر ده، هنلاقي ان ده فعلا يمثل اقتصاد. لو أخذنا متوسط الخمس بنود اللي احنا قلناها اللي هي الأهم للتغذية السليمة هنلاقيها 42%. طيب الصادم هنا بقى أكتر، إن 42% هدر في نفس السنة نسبة الجوع في العالم كانت 12%. فكانت الرسالة ببساطة إن لو الاستثمارات اللي بتتم في زيادة الإنتاج تم توجيهها للبنية التحتية اللي تحافظ على الهدر، احنا تلت ما يهدر يقضي على الجوع في العالم. فلو فكرنا ان الهدر ده ممكن يقضي على الجوع يبقى هو ده الرسالة الأساسية اللي لازم الكل يحطها في اعتباره. طيب يا دكتور، يعني هي مبادرة هامة جدا وخطوة هامة جدا الحقيقة، بس في كمان زي ما حضرتك بتتكلم نقطة هامة جدا وهي الثقافة. يعني على سبيل المثال احنا بنشوف في فنادق كبيرة جدا ومطاعم كبيرة جدا بيكون في طعام اكل مطبوخ كتير جدا، وبعد يعني زي ما بنشوف كده للاسف ثقافة لما حد بيكون مثلا في اوبن بوفيه او حاجة بيبقى في اكل كتير جدا، وبعد كده بيتم التخلص من هذا الاكل لانه ما بيبقاش صالح ان هو يستخدم مرة تانية. ازاي بتقدروا تستفيدوا من حالة زي دي، زي اللي في المطاعم الكبيرة او الفنادق الكبيرة، وازاي اصلا بيتم التواصل ان هذه المبادره تقدر تتواصل مع المطاعم دي والفنادق دي؟ حضرتك خلينا نفرق بين حاجتين. الطعام الذي لم يمس اللي هو بيبقى على الاوبن بوفيه بيتم تعبئته وتوزيعه على اقرب دور ايتام ودور مسنين وجمعيات خيريه في منطقه الفندق. ده لم يمس، يعني دوت لو حد
راح المناسبة دي متأخر هياكل مني. فده احنا قدرنا بالاتفاق مع الفنادق ان احنا بننقذ ده. انما احنا نتكلم كمان على اللي بيتعبى في الاطباق ولا يستخدم. احنا بنلاقي ساعات كتير بيتملي الطبق زيادة عن الاحتياج. للأسف بنشوفه كتير. بالظبط. فبدأنا نتعامل مع ده في محورين. اول واحد يعني الفكرة اللي ربنا رزق بيها ان احنا اقنعنا سلاسل الفنادق الكبيرة ان هم يصغروا حجم او قطر طبق الاوبن بوفيه. لما نيجي نقول ان الستاندرد دينر بليت الحجم حجم الطبق العادي العادي في الفنادق هو 32 سم ده الستاندرد بتاعة الفنادق. فلما نصغر طبق الاوبن بوفيه ل 27 يعني 5 سم بس، نتيجة ال 5 سم دي وفرت ايه؟ وفرت نسبة 25% إضافية في عدد الوجبات اللي يتم إنقاذها، وزن الأكل اللي كان بيترمي اتخفض ب 30%. إحنا أطلقنا حملات توعية بعدم الإهدار على جميع المستويات. ونيجي هنا نتكلم بقى على ما يهدر فعلا اللي كان في الأطباق. إحنا عملنا دراسة على تحويل فضلات الطعام، وهنا بنفرق ما بين فائض وفضلات. الفضلات اللي هي بتبقى في الأطباق بنحول فضلات الأطباق دي إلى أعلاف وسماد بحيث أن يتم استخدامها لتربية الحيوانات والطيور والأسماك. وكده يبقى استخدمنا ما ينتج من طعام. أحب أشير لحاجة تانية برضو، وأنا نفسي أن احنا فعلا يتم إطلاقها في مصر وفي المنطقة بتاعتنا. اتفضل. احنا من المحاضرات اللي عملناها في دول مختلفة، لأن عايز أقول إن بنك الطعام هو رائد عدم هدر الطعام في العالم. فمن المحاضرات اللي احنا عملناها تم الاستعانة بينا في لجان لوضع قوانين عدم هدر في عدد من الدول. يعني في فرنسا نزل قانون عدم الهدر بس كان مخصص للسوبر ماركت. بالنسبة لإيطاليا استعانوا بينا ونزل قانون عدم الهدر. وبعدين في المكسيك طلبونا ورحنا وكنا ممثلين في لجان وضع القانون وإطلاقه. عظيم. وفي المكسيك احنا عملنا قانون عدم الهدر عامة مش بس طعام. تمام. طيب يعني دكتور، الأديان كلها بتنادي بحفظ النعم. مفهوم. ودي نعم لازم نحافظ عليها. صحيح صحيح. طيب دكتور، يعني لو جينا حللنا الحاجات اللي حضرتك قلتها، أكتر مكان أو أكتر حاجة لفتت نظر حضرتك من الأماكن اللي في مصر اللي بتهدر الطعام، يعني إحنا من خلال وسيلة الإعلام من خلال صباح الخير يا مصر نقول إيه أكتر مكان؟ هل المطاعم؟ هل الفنادق؟ هل بيوتنا احنا اللي ممكن ناكل فيها ونرمي فيها الاكل ويبقى للاسف في صناديق القمامه وفي ناس جعانه بره محتاجه هذا الطعام؟ هقول لحضرتك، هو لو فكرنا هنلاقي ان كميات ما يهدر من المنازل لا كبير جدا. بس هو لسه هو في مرحله جايه دوت بنشتغل على التوعيه. انما بالنسبه للفنادق والمطاعم لا، احنا حاطين دليل تشغيل كيفية التعامل مع فائض الطعام، فهي دي اللي نقدر ان احنا نتعامل معها في المرحلة الحالية مع الحملات التوعوية اللي اتمنى ان الاعلام يتبناها ويتبنى فكرة اطلاق قانون عدم الهدر. طيب دكتور معز، كمان في حاجة الحقيقة مهمة جدا وهي حملة المليار وجبة اللي تستهدفوا تحقيقها في رمضان، وكام يعني عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، كام دوله هتستفيد منها؟ قدرنا نوصل لحد ايه؟ لحد فين فيها حتى الان؟ هقول لحضرتك، طبعا في الاول الاطلاق المبادره دي ثالث، يعني هنقول ثالث فيرجن من المبادره، ثالث نسخه. بدات ب 10 مليون وجبه من ثلاث سنين. السنة اللي فاتت تم إطلاق 100 مليون وجبة، والحمد لله من النجاح مؤسسة محمد بن راشد المكتوم اللي هي بتتبنى
المبادرات دي أطلقوا المليار وجبة على مدار العام. أولا فكرة على مدار العام دي فيها الاستدامة اللي فعلا ممكن توصل الفكرة بتاعة القضاء على الجوع. إطلاق المبادرة دي بيعتمد على الأيادي أو البنوك الطعام اللي تم إنشائها والمؤسسات الدولية والإقليمية في توصيل الوجبات إلى الفئات المستحقة والأقل حظا. ففي 50 دولة إن شاء الله بتستفيد من المبادرة. بنوك الطعام طبعا اللي هي تحت مظلة شبكة بنوك الطعام صحيح مشاركة بقوة، لأن اللوجيستكس أو طريقة العمل اللي تم وضعها فعلا بنوصل للمستحق الحقيقي بالضبط، في نفس الوقت بنوصل بأقل تكلفة للوجبات إن هي تخدم أكبر عدد من المستحقين والأقل حظا. مجهود كبير يعني، أنا بشكر حضرتك عليه دكتور معز الشاهدي رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وأعتقد أنه موضوع مهم جدا محتاج متابعة ومحتاج إعلام حقيقي إن ينشر لكل الناس قد إيه إحنا ممكن نأكل ناس جعانة، وللأسف الشديد هذا الأكل بيروح في صناديق الخمامة.